بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات تعليم عن بعد الاقتصاد المطور، طلاب المستوى الرابع على مقرر مدخل الاقتصاد الإسلامي، أهلا بكم في لقاء حي جديد من لقاءاتنا الحالية، وهو اللقاء الحي السابع. معلش التأخير برضو بسبب البرنامج، كان متعطل شوية، لكن على أي حال احنا بدأنا مع بعض، وأول ما نبدأ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا في أحسن الأحوال. هنبدأ مع بعض يا شباب. كنت بعت لكم تكليف ذاتي تاني كده، عبارة عن 6 أسئلة اختيار متعدد، يعني للتنشيط الذهن وللمراجعة ولاستذكار المعلومات السريعة كده. هنتناول مع بعض 6 أسئلة سريعة، وبعد كده نستكمل شرحنا في المقرر. ويعني نؤكد، طبعا نؤكد ان الصوت واضح يا شباب. الصوت واضح؟ نعم واضح. يبقى نبدأ على بركة الله. نبدأ مع التكليف الذاتي الثاني، كان 6 أسئلة اختيار متعدد. وأول سؤال كنت بقوله لكم، بقول فيه قواعد التوحيد والاستخلاف والجزاء الأخروي توضح أن النظام الاقتصادي الإسلامي اقتصاد قائم على. الإجابة الصحيحة هي رقم جيم العقيدة. قائم على جيم العقيدة. قائم عليها يا جماعة العقيدة. الإجابة الصحيحة، نقول الإجابة الصحيحة على طول. السؤال الثاني كنت بقول فيه يتم توزيع الناتج في النظام الاشتراكي على أساس. الإجابة الصحيحة هي ألف العمل. على أساس العمل. الإجابة الصحيحة هي على أساس العمل. السؤال الثالث كنت بقول فيه يشتمل مفهوم العمارة في الاقتصاد الإسلامي على النواحي والجوانب جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي يا جماعة جميع ما ذكر. نواحي فكرية واقتصادية واجتماعية، بقى الإجابة الصحيحة هي جميع ما ذكر، هي الإجابة الصحيحة. جميع ما ذكر هي الإجابة الصحيحة. السؤال الرابع كنت بقول فيه من الآثار السلبية الناتجة عن الاعتماد على قطاع معين واحد دون القطاعات الأخرى. الإجابة هي رقم ألف الاعتماد المفرط على الخارج. دي الإجابة الصحيحة. طبعا في ناس ملخبطة، لكن الإجابة الصحيحة هي يا شباب إيه؟ الاعتماد المفرط على الخارج. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف. بنكررها تاني، واضحة دي يا شباب ولا إيه؟ الاعتماد المفرط على الخارج هي الإجابة الصحيحة. دي من الآثار السلبية. يبقى الإجابة الصحيحة الاعتماد المفرط على الخارج. السؤال الخامس يا شباب كنت بقول فيه حيازة المصادر الذاتية التي تغني عن الوقوع تحت سيطرة الآخرين. هذا تعريف حيازة المصادر الذاتية التي تغني عن الوقوع تحت سيطرة الآخرين. هذا تعريف. الإجابة الصحيحة هي رقم جيم العزة. رقم جيم يا شباب العزة، هي دي الإجابة الصحيحة. السؤال السادس والأخير يا شباب في التكليف الذاتي الثاني اللي أنا بعته لكم يومين، بقول فيه من الدعائم التي تساعد على تحقيق العدالة في نظام التوزيع للدخل والثروة في الاقتصاد الإسلامي. يا ترى إيه بقى الإجابة الصحيحة إيه؟ بالتأكيد الإجابة الصحيحة هي ألف زائد جيم. ألف زائد جيم اللي هي التوزيع الشخصي والتوزيع الوظيفة مع بعض، يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف زائد جيم. ألف زائد يا جماعة ألف وجيم هي الإجابة الصحيحة، وألف زائد جيم هي الإجابة الصحيحة. بكده يكون يا شباب انتهى تكليفنا الذاتي الثاني. وإن شاء الله برضو يعني الأسبوع الجاي ده هبعت لكم تكليف ذاتي ثالث، يعني للمراجعة لتنشيط الذهن كده، عشان تستذكروا المادة وتعرفوا ان المادة بسيطة وسهلة ان شاء الله وتحققوا فيها معدلات عالية. ومحدش بيخاف من المادة، قلنا اللي ما بيجتهدش، هو اللي خلص، لان اللي بيجتهد ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. صحيح كلامك صحيح. طبعا من الاختبار مش هيجيلك فيه الف زي الدين ولا ب زي الجيم ولا جميع ما ذكر ولا شيء من ما سبق ولا الكلام ده. الاختبار النهائي بيبقى 4 اجابات مختلفين تماما، وفي اجابه واحده هي اللي صحيحه. واضح يا شباب؟ ودي معلومه اكيد انتوا عارفينها، ان الاختبار النهائي مفيش الف زي ب
ولا ب زائد جيم ولا جيم زائد د ولا جيم زائد دال ولا الكلام ده، ولا شيء من لا شيء مذكر ولا جميع ما سبق، ما فيش في الاختبار نهائي الكلام ده، انما هيجي لك اربع اجابات مختلفين وبيبقى في اجابه واحده فقط هي اللي صحيحه. يا رب يكون كلامي واضح، وان شاء الله لو كان في نصيب او ان كان في نصيب باذن الله عز وجل في اخر لقائين نعمل مراجعه ونحاول نعطي اسئله يعني تتدربوا عليها، ما يكونش فيها ألف زائد ب ولا جميع مما ذكر ولا الكلام ده إن شاء الله عز وجل، بس ربنا ييسر الحال. كده التكليف الذاتي في أي مشكلة يا شباب؟ تمام. خلينا بقى نبدأ مع بعض من حيث توقفنا. توقفنا عند الناس اللي مركزة وعارفة مصلحتها ومركزة معانا. وصلنا لفين آخر حاجة يا شباب؟ وصلنا لفين؟ هقول التكليف الذاتي للمراجعة، التكليف الذاتي للمراجعة، للمراجعة. كنا بنقول يا شباب هنتكلم على نظريات القيمة، يعني كيف يتم تحديد الأسعار للسلع والخدمات على مر العصور أو على مر التاريخ. أكيد هنلاقي نظريات تطورت هذه النظريات من الأقدم إلى الأحدث، من الأقدم إلى ليه يا جماعة؟ إلى الأحدث. وبالتالي هنتكلم على نظريات القيمة، هنلاقي ان في خمس نظريات عندنا بتترتب، هنبدأ من الأقدم وننتقل إلى الأحدث. لكن قبل ما نبدأ نظريات القيمة بنقول ان للسلعة قيمتان. السلعة يا جماعة قيمتان. يا جماعة أنا مش عارف موضوع المحاضرة، اللقاء بيتسجل يا جماعة، اللقاءات بتسجل، ولو عايز تسمعها بدل 100 مرة مليون مرة هتسمعها، مش عارف بتعقدوا الأمور ليه؟ ليه بتعقدوا الأمور يا جماعة؟ اللي عنده محاضرة تانية وعايز يسيب دي ويروح للمحاضرة التانية مفيش مشكلة، اللقاءات بتسجل، اللقاءات بتسجل، أقول تاني ومليون مرة عم أقوله الأول الحقيقة. الله المستعان. اسمعها في أي وقت بيعجبك، أي وقت مناسب ليك هتسمع اللقاء براحتك مفيش مشكلة، اللقاء بيسجل يا شباب. الله المستعان. يعني في ظروف خارجة عن إرادتنا مش سامحين لنا نعمل غير لقاء واحد ليكم، وأحيانا البرنامج يعطلنا قبل ما بندخل، فيعني خليكم الحاجات البسيطة دي ما تضايقوش نفسكم، الأمور سهلة وبسيطة إن شاء الله عز وجل. الله المستعان. نظريات القيمة يا شباب هنتكلم على إن للسلعة قيمتان، يعني أنا بحترم الجميع وبحترم آرائكم وبحترم، بس بحاول أجاوب بقدر المستطاع يعني، فإحنا عايزين المصلحة للجميع، عايزين المصلحة للجميع. كل الناس اللي بتسأل وبتقترح كلكم ممتازين وكلكم كويسين وكلكم يعني تستحق التقدير والاحترام، لكن يعني انا بجاوب بقدر المستطاع في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. خلينا بقى نستكمل يا شباب. بنقول ان بنقول يا شباب ان للسلعة بيكون لها قيمتين. قبل ما نتناول خمس نظريات للقيمة بنقول ان السلعة ليها قيمتان، قيمة استعمال وقيمة استبدال. يا ترى تعرفوا الفرق بين القيمتين كتعريف؟ يعني ايه قيمة استعمال ويعني ايه قيمة استبدال؟ خلينا نبدأ مع قيمة الاستعمال، هي قيمة ومنفعة السلعة بالنسبة لصاحبها، وتعكس مستوى المنفعة المتحققة من السلعة لإشباع الحاجات الإنسانية. ده كله ماشي كده، واللي تهمني نقطة أكتر بقى اللي جاية، وتزيد قيمة الاستعمال للسلعة كلما كانت السلعة ضرورية لمستهلك. أجي أقول لك صح ولا خطأ؟ تزيد قيمة الاستعمال للسلعة كلما كانت السلعة كمالية للمستهلك، صح ولا غلط شباب بسرعة؟ مفيش حد قال بسرعة، طبعا غلط، كلما كانت السلعة ضرورية وليست كمالية. برافو عليكم ممتازين. خلينا بقى نقول القيمة التانية بعد قيمة الاستعمال، قلنا احنا فين قيمة السلعة؟ قيمة استعمال وقيمة استبدال. إيه بقى قيمة الاستبدال ديت؟ قيمة الاستبدال هي قيمة السلعة مقابل السلعة الأخرى، حاجات بسيطة وسهلة. قيمة الاستبدال هي قيمة السلعة مقابل السلعة الأخرى في السوق، وعادة ما نستخدم النقود كوسيط أو كوسيلة لتقدير قيم التبادل بين السلع وبعضها. احنا في صفحة 38 فوق كده، فوق في المقدمة كده فوق الصفحة، في صفحة 38. تمام يا شباب؟ يبقى قيمة استعمال وقيمة استبدال خدناهم وعرفنا معناهم ايه. بنتكلم بقى بعد كده على نظريات القيمة، ونظريات القيمة بنتكلم عليها من الأقدم إلى الأحدث، من الأقدم إلى الأحدث. كيف يتم تحديد أسعار السلع والخدمات على مر العصور؟ هنبدأ بنظرية أولى وهي نظرية العمل، دي يمكن مرت علينا في الاقتصاد الاشتراكي لما قلنا، وجات لكم سؤال في الاختبار برضو، إن بيتم توزيع الناتج على أساس العمل، نظرية العمل يا شباب. أول نظرية بناخدها هي نظرية العمل، ويرى القائلون بتلك النظرية أن المقياس الرئيسي لتقدير أثمان السلع هو العمل المبذول في إنتاج هذه السلعة. بمعنى أن القيمة التبادلية للسلعة
بتتوقف على عنصرين رئيسيين. يا ترى هما ايه العنصرين دول بقى؟ اول عنصر هو كمية العمل المبذول في انتاج السلعة. تاني حاجة بقى يا جماعة، الوقت اللازم لإعداد السلعة وعرضها في السوق، تعبئة والتغليف وتفنيش والكلام ده ونقلها للسوق تكون جاهزة. يبقى إذا لو عرفت عدد أو كمية العمل المبذولة في الإنتاج وفي التعبئة والتغليف ووصولها للسوق، أكيد أقدر أحط سعر أو تمن للسلعة، أحط تمن أو مقدار أو قيمة سعرية لهذه السلعة. وبالتالي لو أعطينا مثال سريع، لو قلت القلم بتاع السبورة بياخد 3 ساعات في عملية الإنتاج وساعتين في عملية التعبئة والتغليف والتفنيش ونقله إلى السوق يكون جاهز، يبقى خد إجمالي كام ساعة يا شباب؟ برافو عليكم، 5 ساعات. طبعا محدش بيقول حاجة، أنا اللي بقول خد 5 ساعات. طب لو قلنا الممسحة المساحة أو الممحاة أو المساحة بتاع السبورة بتاخد 8 ساعات في عملية إنتاج وساعتين في عملية التعبئة والتغليف والتفنيش ونقلها للسوق تكون جاهزة، خدت كام ساعة؟ ممتاز، 10 ساعات. قال لك يبقى خلاص، إذا نقول القلم بدولار والممسحة بدولارين، أو القلم بريال والممسحة بريالين، أو بجنيه أو بجنيهين، وهكذا نقدر نسعر كل أسعار السلع والخدمات يا شباب. الصوت الحقيقة دايما من عندكم مش من عندنا، لأن كل بيأكد إن الصوت واضح وما فيهوش مشكلة، فغالبا الصوت من عندكم يا شباب. إذا ديت أول نظرية بنعتمد عليها في تسعير السلع. طبعا كل نظرية كانت بتستمر العمل بيها فترة أو فترة من الزمن، وبعد كده تظهر نظرية أحدث منها وأفضل منها ومنطقية أكثر منها، وبناء عليه يتم انتهاء العمل بالنظرية السابقة وتظهر نظرية جديدة يتم العمل بها لفترة، وهكذا حتى تظهر لها أخطاء أو مشاكل، أو يظهر منتقدين لهذه النظرية ويعملوا نظرية جديدة تكون أفضل من القديمة وهكذا. خلينا ننتقل على طول للنظرية الثانية، ألا وهي نظرية المنفعة الكلية. ونظرية المنفعة الكلية وبعدها نظرية المنفعة الحدية، أنتم بالتأكيد درستوها في مبادئ الاقتصاد الجزئي، وخدتوها برسوم بيانية، وخدتوها بمسائل ومعادلات، وفهمت معناها واكيد عارفينها كويس، لكن احنا هنمر عليها سريعا كده كمصطلحات ومفاهيم. بنقول نظريه المنفعه الكليه يا شباب بتفسر هذه النظريه القيمه الاستبداليه للسلعه على اساس منفعتها الكليه التي تتحقق للفرد من خلال تلك السلعه لاشباع حاجات انسان، بمعنى ان كل ما كانت السلعه بتدي منفعه اكتر او اكبر، كل ما كان سعرها يكون ايه يا جماعه، اغلى ولا اقل؟ اغلى. كل ما ارتفعت المنفعه بتاع السلعه الكليه كل ما كان سعرها اعلى، وبالتالي كانوا يقدروا يسعروا السلع حسب رقم المنفعه بتاعتها. كل ما زاد رقم المنفعه كل ما زاد سعر السلعه. النظريه الثالثه يا شباب، طبعا كل نظريه كان بيبقى لها انتقادات وعيوب. خلينا نقول النظريه الثالثه. النظريه الثالثه يا شباب بتقول نظريه المنفعه الحديه. نظريه يا جماعه المنفعه الحديه، في ناس قالوا لا المنفعه الحديه افضل من المنفعه الكليه، لان المنفعه الكليه ما بتوضحليش درجه الاشباع الكامل من السلع عند استهلاكها، لكن المنفعه الحديه هي اللي بتوضح لي درجه الاشباع الكامل. والمنفعه الحديه يا شباب هي منفعه الوحده الاخيره من السلعه المستهلكه او من وحدات السلعه المستهلكه. منفعه اخر وحده هتستهلكها هي دي المنفعه الحديه، او هي التغير في المنفعه الكليه. يعني منفعه الوحده الاخيره المستهلكه من السلعه، او هي التغير في المنفعه الكليه. التغير اللي بيحصل في المنفعه الكليه بقول عليه المنفعه الحديه. وبناء على شباب وتعتمد هذه النظريه على اساس ان قيمه السلعه لا تعتمد على المنفعه الكليه بل على المنفعه الحديه، والمنفعه الحديه هي ايه؟ هي منفعه الوحده الاخيره من وحدات السلعه المستهلكه. نيجي بقى بعد كده يا شباب، النظريه الاولى اللي هي نظريه العمل، اللي الناس اللي انتقدوها قالوا ان النظريه دي بتركز على جانب العرض وبتهم الجانب الطلب، يعني بتركز على المنتج والعمل وتكاليف الانتاج، تكاليف عنصر العمل والكلام دوت، واهملت جانب الايه؟ أهملت جانب الطلب والمنفعة والمستهلك والكلام ده، فركزت على العرض وأهملت الطلب. النظرية الثانية والثالثة ركزت على المستهلك والمنفعة، وبالتالي المستهلك والمنفعة بتمثل جانب الطلب، وأهملت جانب العرض اللي بيمثل المنتج وتكاليف الإنتاج. ننتقل للنظرية 4 يا شباب. النظرية رقم 4 بيسموها نظرية تكلفة الإنتاج. نظرية يا جماعة؟ تكلفة الإنتاج. والحقيقة النظرية دي ما هي الا امتداد لنظريه العمل، ما هي الا يا جماعه امتداد لنظريه العمل، يعني نظريه العمل كانت بتاخد عنصر العمل فقط، احنا عارفين ان عناصر الانتاج 4 عناصر، العمل والارض وراس المال والتنظيم والاداره 4 عناصر. فهم ركزوا على عنصر العمل في النظريه الاولى، لكن النظريه رقم 4 هي امتداد لنظريه العمل، بحيث قال لك لا احنا ناخد كل عناصر الانتاج في العمليه عشان نقدر نسعر السلع والخدمات، ناخد العمل وراس المال والتنظيم والاداره والارض كموارد طبيعيه في تحديد اسعار السلع والخدمات.
وبالتالي لما اقول لك هي نظريه تعد امتداد لنظريه العمل، هي نظريه ايه بقى يا ترى؟ لو قلت لك اختار متعدى او صح وغلط، هي نظريه مين امتداد نظريه العمل؟ امتداد لنظريه العمل. محد يجاوب يا جماعه حاجه. لا اله الا الله. هي نظريه تكلفه الانتاج اللي بتعد نظريه لتكلفه العمل. ما تخليكم صاحيين كده النهار، لسه بدري على النوم يعني. نظرية تكلفة الإنتاج تعد هذه النظرية امتداد لنظرية العمل، حيث أدت الانتقادات التي وجهت لنظرية العمل باعتباره العنصر الأساسي لتحديد قيمة السلعة إلى إدخال عناصر الإنتاج الأخرى، ومن ثم فإن قيمة السلعة في حال المنافسة الكاملة تعتمد على تكاليف عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلع وليس عنصر العمل فقط، يعني بتعتمد بقى على الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم والإدارة. نيجي بقى لأحدث نظرية، والنظرية التي توافق الشريعة الإسلامية ولا تخالف الشريعة الإسلامية في شيء، والتي يقرها الاقتصاد الإسلامي ويقرها نظام الاقتصاد الإسلامي، والتي يوافق عليها نظام الاقتصاد الإسلامي، وتعد أحدث نظرية، ألا وهي نظرية، وهي نظرية التي توفر نوع من العدالة في تحديد أسعار السلع والخدمات بين المنتج والمستهلك، أو جانب الطلب وجانب العرض. هي نظرية يا جماعة، نظرية الطلب والعرض، أو بيسموها آلية السوق، أو بيسموها جهاز الأسعار، أو بيسموها جهاز الأثمان، أو آلية السوق اللي هي نظرية الطلب والعرض. نتيجة لكل الانتقادات اللي توجهت للنظريات السابقة عليها، وكان بعض النظريات بتركز على الطلب زي ما قلت لكم، بعض النظريات بتركز على العرض، ولكن النظرية بتاعتنا دي ظهرت هذه النظرية، حيث ترى هذه النظرية أن قيمة السلعة يتم تحديدها وفقا لكل من جانبي العرض والطلب، أو تكاليف الإنتاج من جهة العرض والمنفعة المتحققة للفرد من جهة المستهلك، وبالتالي يتمثل الطلب يعني، وهو ما يؤدي لتحديد السعر خلال فترة زمنية معينة أو محددة من خلال قوى العرض والطلب. عندما يلتقي الطلب مع العرض كمنحنيات يتقاطع في نقطة، النقطة هذه تحدد سعر التوازن وكمية التوازن. الكلام ده انتوا عارفينه كويس وسهل بالنسبة لكم. وبناء عليه يا شباب، هذه النظرية هي النظرية التي وافق عليها الاقتصاد الإسلامي ولا تخالف الشريعة في شيء، وهي أحدث النظريات التي يقر بها الاقتصاد الإسلامي. ولكن برضو بقول لك أن الاقتصاد الإسلامي توصل منذ فترة طويلة إلى معرفة التأثير المشترك لقوى العرض والطلب في تحديد السعر في زمن معين. تحديد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي يا شباب، بنقول بقى جزئية جديدة، يا ترى التسعير الجبري تحديد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي في الشريعة الإسلامية يجوز ولا لا يجوز؟ يا ترى الفقهاء قالوا في الكلام ده إيه؟ هل التسعير جائز ولا لا يجوز؟ التسعير الجبري جائز ولا لا يجوز؟ هنقول يعني إيه تحديد الأسعار الأول؟ يعني إن الحكومة تحط سعر ما ينفعش حد يبيع بأعلى من السعر ده. الحكومة تحدد سعر معين للسلعة لا يجوز أن يبيع أحد بأعلى من هذا السعر، ده تحديد الأسعار مبدئياً. وبالتالي تحديد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي لازم يكون من خلال قوى الطلب والعرض، لأن قوى الطلب والعرض هي اللي تتوفر نوع من التراضي ونوع من العدالة ما بين البائع والمشتري أو المنتج والمستهلك. وبناء عليه شباب، التسعير عند الفقهاء كتعريف، احنا في صفحة 39 يا شباب، التعريف عند الفقهاء، التسعير، تعريف التسعير من وجهة نظر الفقهاء بيه هو ايه بقى التعريف؟ بأن يأمر السلطان أو نائبه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا يأمر أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، منعوا من الزيادة عليه أو النقصان عليه. طب يا ترى الفقهاء دول أو يقسم الباحثون أو يقسم الباحثون آراء الفقهاء إلى قسمين. الباحثين بيقسموا آراء الفقهاء لقسمين يا جماعة. أحدهما يعني إيه رأي الفقهاء في موضوع التسعير الجبري ده، يجوز ولا لا يجوز؟ هنلاقي إن قسم من هؤلاء العلماء يرى تحريم التسعير، وآخر يرى جوازه عند الحاجة وعند الضرورة بشروط، يرى جواز التسعير بشروط يا جماعة. عموما الفقهاء كلهم متفقون، والمذاهب الأربعة وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا، والفقهاء متفقون على تحريم التسعير. فين؟ في الأحوال الطبيعية، في الظروف الطبيعية يا جماعة، الظروف اللي ما فيهاش مشاكل لا يجوز التسعير شرعا. طب يا ترى بقى لو في ظروف غير طبيعية؟ طبعا في الأحوال الطبيعية لا يجوز التسعير، حرام تحريم التسعير في الأحوال الطبيعية، ولم يقل أحد بجوازه، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل في التسعير التحريم. عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. ويقول ابن قدامة رحمه الله، والدلالة من وجهين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يسعر، وقد سألوه ذلك ولو جاز التسعير لأجابهم إليه، ولكنه لم يسعر، وبالتالي التسعير غير جائز وحرام. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم علل بكون التسعير مظلمة والظلم حرام، وبالتالي هو لم يسعر. وطبعا العلماء استدلوا بالدليل النقلي والدليل العقلي من الآيات ومن الأحاديث، وبالدليل النقلي قبل الدليل العقلي. الدليل النقلي يا جماعة هو القرآن والسنة، اللي بالنقل دليل نقلي القرآن والسنة. أما الدليل العقلي بالنظريات وبالمنطق وبالفكر وبوجود نظر الإنسان، أيضا التسعير بيؤدي إلى ظلم لأحد الطرفين، سواء البائع أو المشتري، في طرف منهم بيظلم أو طرف الجاي العرض على حساب طرف الممثل المستهلك اللي هو الطلب. وبناء عليه لابد من عدم التسعير في الظروف الطبيعية، لا يجوز التسعير. أيضا يا شباب، العلماء اللي قالوا طب لو في ظروف غير طبيعية، في ظروف طارئة، في ظروف ضرورية، ها يا ترى يجوز التسعير بقى ولا لا يجوز في الظروف الغير طبيعية أو الظروف الطارئة، الحالات الطارئة يعني والحالات الخاصة والطارئة، يجوز ولا لا يجوز؟ هنلاقي إن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على الرغم من اتفاقهم على عدم جواز التسعير في الظروف الطبيعية، إلا إنهم قالوا طب لو في ظروف غير طبيعية، في ظروف طارئة، في حالات خاصة وظروف طارئة، يا ترى يجوز التسعير؟ أيوة، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله قالوا يجوز التسعير ولكن بشروط. ولكن يا جماعة بشروط. ما هي شروط التسعير عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله؟ أولا أن يتم التدخل بالتسعير، أو التدخل بالتسعير لا ينبغي إلا أن يحدث إلا كحل أخير، يعني هو آخر حل نلجأ ليه لحل المشكلة، لا يلجأ إليه إلا إذا كانت حاجة الناس والضرورة للناس لا تندفع إلا به، يعني هي الحل الأخير. لجأنا لكل الحلول الشرعية ما ينفعش حل المشكلة، فممكن نلجأ لهذا كحل أخير، وهو التسعير الجبري في الظروف الإيه؟ مش الطبيعية بقى، الظروف الغير طبيعية والحالات الطارئة والحالات الخاصة. أيضا من شروط التسعير، لازم الشروط تكتمل، يتم التدخل بالتسعير حتى تعود الأسعار إلى حالتها الطبيعية. طب لو الأسعار عادت لحالتها الطبيعية، نخلي التسعير الجبري موجود برضه ولا يزول التسعير؟ يزول التسعير بزوال الحالة التي أدت إليه، أو الحاجة أو الظروف الخاصة والطارئة التي أدت إليه. ثالث شرط يا جماعة، وأنت يا ولي الأمر أو يا حاكم وأنت بتسعر، لازم تحط سعر محقق للعدل ما بين الطرفين، ما يجيش على طرف على حساب طرف آخر. ليه بقى؟ لازم التسعير يدي النوع من الرضا للطرفين، المنتج يبقى راضي والمستهلك يبقى راضي، البائع يبقى راضي والمشتري يبقى راضي، بسعر يكون مقابل معقول للطرفين او مرضي للطرفين. لان انت لو سعرت لحساب المنتج على حساب المستهلك اكيد هيبقى فيه ظلم، او لو حساب المستهلك على حساب المنتج هيبقى فيه ظلم، وبالتالي لازم تسعر بسعر يعني يقبله الطرفان ويكون سعر مرضي وفيه نوع من العدالة بين الطرفين. طب لو فرض بقى يا شباب ان في حكومة من الحكومات لجأت الى التسعير في الظروف الطبيعية، يعني في حكومة هتلجأ لأسلوب التسعير في ظروف طبيعية، ما تستدعيش التسعير، ظروف طبيعية جدا، يا ترى هيؤدي إلى آثار اقتصادية إيجابية ولا سلبية يا ترى؟ فاكرين تركز القطاع، لو ركزنا على قطاع النفط وسيبنا باقي القطاعات هيؤدي إلى آثار إيجابية ولا سلبية؟ فاكرين الاحتكار لما خدنا الأسواق، لو الاحتكار انتشر في المجتمعات هيؤدي إلى آثار إيجابية ولا سلبية؟ سلبية. فاكرين التمويل الربوي لو انتشر في المجتمعات يا ترى هيؤدي الى اثار ايجابيه ولا اثار سلبيه؟ اثار سلبيه، وبالتالي كل دي اثار سلبيه مفيش اختبار بيخلو منها. طبعا يؤدي تدخل الدوله او الحكومه للتسعير العديد من الاثار الاقتصاديه، والكلام ده بيقول لك لو التسعير تم في ظروف طبيعيه يا ترى يؤدي الى اثار ايجابيه ولا سلبيه؟ كلها اثار سلبيه، كلها اثار سلبيه، وبالتالي لانه هيتدخل بالتسعير في ظروف طبيعيه، ظروف ما كانتش تستدعي انه يلجأ للتسعير الجبري، ها، وبالتالي هتؤدي الى اثار سلبيه لو سعر في ظروف طبيعيه. ترى زي ايه الاثار السلبيه بقى؟ نقولها ونعددها سريعا، مفيش اختبار بيخلو منها شباب، سواء صح وغلط او اختيار متعدد، نقولها سريعا كده. الاثار السلبيه للتسعير الجبري اذا تم في ظروف طبيعيه، اول حاجه شباب نقص الكميات المتاحه من السلعه، ووجود فجوه بين الطلب والعرض، مما يعني اختفاء كميات من السوق، كميات من السلع في الاسواق، او نقص مستمر فيها. ايضا بيؤدي لتزايد التكاليف الماليه والاداريه، لان انت عشان
تسعر سلعة معينة وتراقب الأسعار، محتاج موظفين ومحتاج مباني إدارية ومحتاج وسائل نقل ومحتاج مرتبات الموظفين، فطبعا محتاج تكاليف مالية وإدارية عالية، ودي بتكون كبيرة على الدولة. أيضا التسعير بيكون دايما في غير مصلحة المستهلك. ليه؟ لأن آلية السوق بتعد أفضل وسيلة تحمي مصالح المستهلكين من قبل المنتجين، لأن أنت لو حطيت سعر في صالح المنتج على حساب المستهلك هتظلم المستهلك أو العكس. وكمان لو أنت سعرت سعر معين يمكن بتقضي على ميزة عند المستهلك، لو هي ميزة الإيه؟ التفاوض، لأن المستهلك ممكن يتفاوض. أنت ممكن تسعر له السعر مثلا ب 10، أقول لك أنت سعرت لي 10، طب ده أنا أكون ممكن بالتفاوض مع المنتج أقدر أشتريه ب 8 أو ب 7، أنت كده حكمتني بهذا السعر. وبناء عليه يا شباب، أيضا التسعير بيؤدي إلى ظهور السوق السوداء في وهي سوق، هي سوق ده إيه؟ سوق أصلية، سوق منظمة، ولا سوق نظامية، ولا سوق ثانوية غير نظامية؟ سوق ثانوية غير نظامية يا جماعة تنشأ في حالة قلة الصناعة ولها تأثير سلبي على المجتمع وعلى الإنتاج. أيضا التسعير بيؤدي إلى انخفاض مستوى الجودة وانعدام الحوافز، لأن المنتج ساعتها ما بيهتمش للجودة ولا غيره، عايز يعوض الأسعار والأرباح اللي راحت منه. أيضا التسعير بيؤدي إلى إهدار الموارد وتعطيلها، لأن المنتج ما بيهموش بقى انه يهتم بموارد ولا غيره. انخفاض وتدني كفاءة الاقتصاد في تخصيص الموارد، لان اللي بيعمل تخصيص كويس للموارد هو آلية السوق. طب انت لغيت آلية السوق وحطيت سعر جبري معين بعيد عن سعر التوازن، ملوش علاقة بسعر التوازن، بالتالي ده يؤدي الى ان مفيش كفاءة اقتصادية ومفيش تخصيص جيد وتخصيص امثل واستخدام امثل للموارد، مش هيكون موجود الكلام دوت. دي بعض الاثار اللي بتنتج عن التسعير. بننتقل لموضوع جديد يا شباب، الا وهو التوزيع في الاقتصاد الاسلامي. توزيع ايه؟ طبعا توزيع الدخول والثروات في المجتمع. كيف يتم تحقيق العداله في توزيع الدخول والثروات؟ يا ترى العداله في توزيع دخول الثروات بتختلف من النظام الراسمالي عن النظام الاشتراكي عن النظام الاسلامي؟ يا ترى ما هو مفهوم العداله في توزيع الدخول والثروات؟ وكيف يحقق الاقتصاد الاسلامي العداله في توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع؟ ده اللي هنناقشه دلوقتي يا شباب. عموما التوزيع والكلام ده قلت لكم خدناه قبل كده لما اتكلمنا عن المشكله الاقتصاديه وكيفيه مواجهتها في كل الانظمه، قلنا ان الكلام ده هناخده بالتفصيل، وقلنا ان عمليه التوزيع في الاقتصاد الاسلامي علشان الاقتصاد الاسلامي يحقق العداله في توزيع الدخول والثروات بمفهومه الخاص، ومفهوم العداله في توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الاسلامي يا جماعه هي ان يوفر مستوى معيشه مناسب لكل فرد، او تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع، او تقليل الفجوه في توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع. وليس معنى العداله في الاقتصاد الاسلامي ازاله الفوارق بين طبقات المجتمع او المساواه بين الناس في الدخول والثروات، ليس معناها كذلك، انما معناها المساواه في الفرص المتاحه للناس، وبناء على ان انا بساوي بينهم في الفرص فاللي مجتهد هو اللي هيحصل اكتر، وبالتالي ده نوع من العداله. خلينا نقول ان التوزيع في الاقتصاد الاسلامي عشان يتحقق العداله او لتحقيق العداله في توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الاسلامي وليس باي مفهوم، هو ايه بقى يا جماعه؟ بيمر بثلاث مراحل. اول حاجه عمليه التوزيع للدخول والثروات بتمر بثلاث مراحل، المراحل دي مهمه جدا مفيش اختبار بيخلو منها، كل مرحله ليها مسميات، لازم تعرف المسميات والمسميات البديله لكل مرحله عشان لما يجيلك صح وغلط او اختيار متعدد تعرف كل مرحله اسمها ايه بالظبط. عندنا المرحله الاولى اسمها مرحله توزيع ما قبل الانتاج، وتعرف ايضا بمرحله توزيع مصادر الثروه، وليها اسم ثالث شباب هو مرحله التوزيع الشخصي. دي كلها المرحله الاولى. المرحله دي طبعا بتساهم في تحقيق العداله في توزيع الدخول والثروات. يا ترى ازاي؟ هنقول بعد شويه. المرحله الثانيه بتسمى مرحله توزيع الدخول او الايرادات على عناصر الانتاج، او ليها اسم ثاني يا ترى اسمها ايه؟ بتسمى مرحله التوزيع الوظيفي. يعني ايه التوزيع الوظيفي؟ يعني كل عنصر ادى وظيفه في العمليه الانتاجيه من حقه ياخد حاجه من الايرادات. يا ترى من حقه ياخد ايه؟ اجر ولا ايجار ولا ربح؟ طبعا اجر او ايجار او ربح حسب كل عنصر وحسب طبيعه مشاركه كل عنصر في العمليه الانتاجيه. المرحله الثالثه طبعا الترتيب يهمنا هنا يا شباب، المرحله الثالثه هي مرحله اعاده التوزيع، وهذه المرحلة هي اسمها واحد اسمها إعادة التوزيع. وبالتالي التنظيم ده من خلال ان احنا خلينا التوزيع يمر بثلاث مراحل، ده بيحقق لي هدفين رئيسيين. هما ايه الهدفين ده يا جماعة؟ أول حاجة توفير حوافز الإنتاج وتنميته، ثانيا
تحقيق قدر أكبر من العدالة من خلال طبيعة ذلك التنظيم المتدرج، مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة، وبناء عليه كل مرحلة من هذه المراحل يا جماعة بتعمل إيه؟ بتساهم وبتشارك في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات بمفهوم، بمفهوم الاقتصاد الرأسمالي ولا الاشتراكي ولا الإسلامي؟ بمفهوم، ما بكتبوا حاجة قولوا لي إن أنتوا معايا لسه يعني، بمفهوم الاقتصاد الإسلامي كويس مركزين أهوت. يا ترى بقى كل مرحلة من المراحل الثلاثة ديت كيف تساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات؟ خلينا نبدأ بالمرحلة الأولى، ونقول المرحلة الأولى اسمها مرحلة توزيع ما قبل الإنتاج، أو مرحلة توزيع مصادر الثروة، أو بيسموها مرحلة التوزيع الشخصي. وفي المرحلة الحقيقة ديت بنقول إن الموارد أو مصادر الثروة بنقسمها لقسمين يا شباب، في قسم منها بيجري عليه التملك الفردي، ها، حيث يستطيع الإنسان تملكه من خلال الجهد البشري الذي يمتلكه الإنسان ومجهوده واجتهاده، بمعنى إن اللي يجتهد يقدر يحصل ويمتلك، كل ما يجتهدش ما يحصلش، وده نوع من العدالة. أيضا قسم آخر لا يجري عليه التملك الفردي في حال من الأحوال، بل هو يخضع لإدارة الدولة وملكيتها العامة، بتبقى حاجة ملكية عامة زي النفط ملكية عامة، بعض الثروات، الطرق، الكباري، المستشفيات الحكومية والجامعات الحكومية والمدارس الحكومية إلى آخره، كل دي حاجات ملكية عامة، ولا يجري عليها التملك الفردي أو الشخصي، وإنما بيجري عليها التملك العام، الطرق والكباري والنفط والبترول والحاجات دي كلها، وبيستفيد منها المجتمع. مثلا قسم بيجري عليه التملك الفردي، يعني اللي اجتهد يملك واللي ما اجتهدش ما يملكش، ده نوع من العدالة. وبناء عليه بتقوم الدولة باستثمار ما تحت يدها من موارد طبيعية وتوزيع العائد من خلال الممتلكات العامة وإيراداتها. بتوزعها إزاي بقى الإيرادات اللي بتيجي من الممتلكات العامة يا جماعة، من النفط والبترول والحاجات اللي زي كده والمشاريع الحكومية وغيرها؟ بتوزع الإيرادات توديها فين؟ بتعمل بيها تحويل أو تمويل، مش تحويل يا جماعة مكتوب عندكم تحويل، تمويل الاحتياجات الأساسية للدولة، إنها بتمول الاحتياجات الأساسية للدولة، نكون جيش قوي، مسلح كويس، شرطة، قضاء، مساجد، طرق، كباري، احتياجات الدولة الرئيسية يعني اللي بيحتاجها الفقير والغني على حد السواء. ثانيا بان احنا بنشبع بقى الحاجات الاساسية بقى للفقراء والمساكين والمحتاجين، وتوفير مستوى معيش مناسب لهم، بان احنا نعمل ضمان اجتماعي وتكافل اجتماعي ومعاشات وتقاعد ومش عارف ايه، وإعانة بطالة، ها، وإعانات مالية، ودعم لبعض السلع الضرورية، دعم للخبز، دعم للأدوية والتأمين الصحي، دعم للغاز، دعم مش عارف ايه. وبالتالي الإيرادات بتتوزع على البندين دول. دي المرحلة الأولى اللي بنسميها مرحلة توزيع ما قبل الإنتاج، أو توزيع مصادر الثروة، أو التوزيع الشخصي من خلال التملك الفردي والتملك العام، والاتنين بيساهموا في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات بما يحقق مستوى معيشي مناسب لكل فرد، أو بما يساهم في تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع. المرحلة الثانية يا شباب بنقول إن هي اسمها إيه؟ اسمها مرحلة التوزيع الوظيفي، أو اسمها مرحلة توزيع الدخول على عناصر الإنتاج، أو الإيرادات على عناصر الإنتاج، أو بيسموها مرحلة إيه؟ ها؟ مرحلة التوزيع الوظيفي. يعني إيه التوزيع الوظيفي؟ يعني كل عنصر أدى وظيفة في العملية الإنتاجية من حقه يحصل على شيء من الإيرادات، قد يكون من حقه يحصل على أجر أو إيجار أو ربح حسب طبيعة العنصر وحسب طبيعة مشاركته في العملية الإنتاجية. وبناء عليها يا جماعة بنقول إن عندنا بنقسم العناصر ديت إلى عناصر بتستحق الأجر، وعناصر بتعقد ليها نتيجة مشاركتها في العملية الإنتاجية. ترى زي إيه العناصر دي هنقول، وعناصر أخرى بتستحق الربح نظير مشاركتها في العملية الإنتاجية. يا ترى زي إيه العناصر ديت؟ عموما العلماء اعتمدوا على قاعدة فقهية، وما أعرفش شكلها مش موجودة عندكم، لكن قاعدة فقهية نقولها على طول، إن أي عنصر يجوز استخدامه والاستفادة منه وتحقيق المنفعة منه وبقاء أصله على حاله يجوز تأجيره. يعني أنت رحت أجرت سيارة من محل تأجير سيارات مثلا، وعملت بيها المشاوير والحاجات اللي أنت، إحنا في صفحة 41 يا شباب، عملت بيها المشاوير وقضيت مصالحك، هل السيارة اتبخرت؟ هل اختفت في العمليات ديت في المشاوير ديت؟ ولا موجودة وبترجع لمحل زي ما هي؟ يبقى اذا السياره دي يجوز تاجيرها، يجوز ايه يا جماعه تاجيرها؟ انسان لما بتاجر انسان ينضف لك مزرعه، ولا ينضف لك حديقه، ولا ينضف لك فيلا ولا حاجه، هل الانسان اختفى وتبخر في العمليه اللي عملها دي، ولا لازال موجود ويشتغل في مكان تاني؟ موجود، يبقى اذا يجوز تاجيره، ياخد اجر يعني او ايجار. طب لكن بقى لو كلمتك على واحد عنده مصنع لانتاج عصير البرتقال،
والمادة الخام هي العنصر الإنتاجي بتاعه، هي رأس المال بتاعه المادة الخام اللي هي البرتقال. تمام؟ هل البرتقال لما بيستخدمه في العملية الإنتاجية بيبقى على حاله ولا بيتغير؟ هل بيبقى على حاله يعمل منه عصير برتقال ويرجعه زي ما هو برتقال تاني؟ لا بيتغير. يبقى البرتقال ده كرأس مال، كرأس مال متداول أو متغير يا جماعة، يستحق أجر ولا ربح؟ يستحق أجر ولا ربح؟ يستحق ربح فقط وليس أجر، وليس يا جماعة أجر. خلينا بقى نقسم العناصر دي، مهمة جدا مفيش اختبار بيخلو منها. يا ترى مين هنا، مين هي العناصر اللي بتستحق أجر ومين هي العناصر اللي بتستحق ربح؟ طبعا خدنا عناصر إنتاج قبل كده، الأرض ورأس المال والتنظيم والإدارة والعمل، وقسمنا رأس المال لرأس مال نقدي ورأس مال عيني، والعيني قسمناه لعيني ثابت وعيني متداول، والمنظم قسمناه لمنظم عامل ومنظم صاحب رأس مال، الكلام ده أنتوا عارفينه من قبل كده. لكن خلينا نقول يا ترى مين اللي بيستحق أجر ومين اللي بيستحق ربح؟ خلينا نبدأ بالعناصر اللي بتستحق أجر. طبعا في عناصر بتستحق أجر فقط، في عناصر بتستحق ربح فقط، في عناصر بتستحق أجر في أحيان أو ربح في أحيان أخرى. يا ترى مين اللي نقدر نقسم العناصر بالشكل ده؟ خلينا نقول العناصر بتستحق أجر كعائد، أول حاجة هو عنصر العمل، وذلك فيما إذا كان يحصل على أجر إذا كان نوع العمل محدد ويعطي أجر محدد على الأعمال. عنصر العمل يستحق إيه بقى؟ أجر فقط، يستحق إيه يا جماعة؟ أجر فقط. العناصر مش كتيرة ولا بتشابه ولا حاجة، العناصر بسيطة والأمور بسيطة، لكن حاجات درسناها في الأول بنفصلها حسب النقطة اللي بتخدم الموضوع الجديد. الأرض يا شباب، الأرض في حالة تأجيرها تستحق أجر أو إيجار يعني، أما في حالة إن أنت بتشارك بيها في العملية الإنتاجية كشريك في المشروع بتستحق ربح ولا أجر بقى إذا كنت أنت مشارك بيها؟ الأرض، الأرض في حالتين، يبقى الأرض أجي أقول لك الأرض من العناصر اللي تستحق أجر في أحيان أو ربح في أحيان أخرى، صح، تستحق أجر إذا كانت مؤجرة بالإيجار يعني، وتستحق ربح إذا كنت أنت مشارك بيها في العملية الإنتاجية كشريك داخل بيها كشريك. طيب، رأس المال العيني الثابت يا شباب زي الأراضي زي العقارات والآلات والمعدات والحاجات دي والمباني، ها تستحق أجر ولا ربح؟ ولا تستحق أجر في أحيان وربح في أحيان أخرى؟ أيوه برضه زيها زي الأرض، تستحق أجر إذا كنت أنت مأجرها أو يعني إيجار، وتستحق ربح إذا كنت أنت مشارك بيها في العملية الإنتاجية. يبقى برضه رأس المال العيني الثابت من العناصر اللي تستحق أجر في أحيان وربح في أحيان أخرى. مين تاني يا شباب اللي بيستحق ربح بقى؟ ننتقل على العناصر اللي بتستحق ربح. رأس المال النقدي هل تنطبق عليه القاعدة الفقهية؟ ها رأس المال النقدي هل يبقى على أصله بعد استخدامه ولا ها لا يبقى على أصله؟ لا، يبقى ده يستحق أجر ولا ربح؟ طالما لا تنطبق عليه القاعدة يبقى يستحق إيه يا جماعة؟ ربح، ربح فقط. رأس المال النقدي من العناصر اللي تستحق إيه؟ ربح فقط. طب رأس المال العيني الثابت، واحد يقول لك ما احنا خدناها في العناصر بتستحق أجر إذا كانت مؤجرة، وبتستحق ربح إذا كانت مشارك بيه او داخل بيه كشريك في العمليه الانتاجيه، يبقى ممكن يستحق اجر او ربح زي ايه؟ زي الالات والمعدات والعقارات، راس المال العين الثابت. طيب راس المال العين المتداول بقى زي المواد الخام ومستلزمات الانتاج زي البرتقال اللي اديته لكم كده، اسمه راس المال العين المتداول او متغير، يعني بيتغير بتغير الانتاج، اما الثابت ما بيتغيرش بتغير الانتاج. المتداول او المتغير يا جماعه يستحق اجر ولا ربح؟ القاعده الفقهيه تنطبق عليه ولا لا؟ راس المال العين المتداول زي مستلزمات الانتاج زي موضوع البرتقال كده يعني. يستحق ايه بقى يا جماعة؟ ربح فقط. يستحق ايه؟ ربح فقط. برافو عليكم. طيب المنظم، يا ترى المنظم بقى كعنصر تنظيم وإدارة سواء كان منظم عامل او منظم صاحب رأس مال، وانت لازم تعرف الفرق بين المنظم العامل في حقوق الواجبات والتعريف والمنظم صاحب رأس المال. يا ترى الاثنين يستحقوا ايه بقى؟ الاثنين يستحقوا ربح فقط. يبقى مين العناصر تستحق ربح فقط يا جماعة؟ رأس المال النقدي ورأس المال العيني المتداول او المتغير والمنظم، سواء منظم عامل او منظم صاحب راس مال يستحق ربح فقط. طب مين اللي بيستحق اجر فقط يا شباب؟ مين العناصر اللي بتستحق اجر فقط؟ عنصر العمل هو من العناصر التي تستحق اجر فقط. واضح يا شباب؟ طيب الارض، طبعا الارض، طيب الارض، ارض من العناصر اللي تستحق اجر في احيان وربح في احيان اخرى. طب متى تستحق اجر؟ اذا كانت بالايجار مؤجره يعني انت مؤجرها. طب متى تستحق ربح؟ اذا كنت انت داخل بيها شريك في العمليه الانتاجيه يبقى انت تاخد ربح او نسبه من الارباح حسب مشاركتك بالارض. واضح يا شباب؟ بكده خدنا المرحله الثانيه اللي هي مرحله بيتسموها مرحله التوزيع الوظيفي. كل عنصر ادى وظيفه في العمليه الانتاجيه من حقه ياخد حاجه من الايرادات، من حقه ياخد اجر او ربح. يا ترى امتى وامتى؟ انتوا عرفتوا العناصر اللي لازم تفرقوا بينها كويس جدا، صح وغلط او اختيار من عدد، تبقوا عارفين الكلام ده
كويس جدا. نيجي للمرحلة الأخيرة من مراحل عملية توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الإسلامي، وكيف تحقق المرحلة الثالثة وهي مرحلة إعادة التوزيع، كيف تساهم وتشارك في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات. هنقول من خلال أدوات وشنطة مفاتيح وشنطة أدوات كده، لأن كل مرحلة من الثلاثة بتساهم وتشارك في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. المرحلة الثالثة بقى يا ترى هتساهم في تحقيق العدالة بمفهوم الاقتصاد الإسلامي إزاي؟ تساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الإسلامي إزاي يا جماعة؟ أول حاجة من خلال أدوات معينة. زي إيه الأدوات دي بقى يا شباب؟ زي الزكاة، والزكاة ما فيش اختبار داخل منها. الزكاة بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات، لأنها عبارة عن أموال بقى ونقود وغيرها، أموال عينية أو نقدية بتيجي من الأغنياء تذهب إلى اللي ربنا قال عليهم في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخر الآية، ودول هم أصحاب الحقوق في الزكاة. وبالتالي بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع دخول الثروات، أو تحقيق مستوى معيشي مناسب لكل فرد، أو تقليل التفاوت في توزيع دخول الثروات بين أفراد المجتمع. إيه تاني بيساهم في تحقيق العدالة في توزيع دخول الثروات يا جماعة؟ مظبوط، يعني الميراث. الميراث يا شباب، الميراث بيساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات. الميراث وتفتيته، الثروه تتجمع وتتفتت، تقسم على الورث الشرعيين، واحد يظهر يشتري كله على بعضه وبعد كده تتفتت وكده. فممكن الفقراء من الاقارب ترد او تصل اليهم جزء او نصيب شرعي، وبالتالي مستواهم يتحسن وهكذا. ايضا الكفارات والصدقات التطوعيه، النفقات والصدقات التطوعيه يعني، والكفارات واموال الوقف وحاجات كتيره ممكن تساهم في تحقيق العداله في توزيع الدخول والثروات. لكن يا ترى لو خدنا كل أداة من الأدوات ديت، كيف تساهم كل أداة من هذه الأدوات في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات؟ أول أداة وخدناها كتير قبل كده لما خدنا الإنتاج، وخدنا بناخدها دلوقتي كمان في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات، وهي أداة مهمة جدا وليها مميزات كتيرة جدا ومفيش اختبار بيخلو منها يا شباب، ألا وهي ركن من أركان الإسلام، وهي ثالث ركن من أركان الإسلام، ألا وهي الزكاة. كيف تساهم الزكاة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات؟ من خلال إن ليها مميزات كتيرة جدا، هنقولها سريعا كده انتوا تقروها وتعرفوها لانها مهمه جدا جدا جدا، مفيش اختبار بيخلو منها. يا ترى الزكاه ايه مميزاتها؟ ويا ترى في شروط عشان الزكاه تحقق العداله في توزيع الدخول والثروات؟ ايوه، الزكاه اول حاجه فريضه وركن من اركان الاسلام، ربنا هو اللي فرضها، انها ترد على الدخل والثروه معا بعكس الضرائب بترد على الدخل فقط او الربح فقط. ارتباطها بالعقيده الدينيه ده بيوفر لها حافز ذاتي للتطبيق، مش محتاج حد يراقبك وانت بتطلع الزكاه، لكن الضرائب ممكن تتهرب منها. ايضا الزكاه بتتصف بالشمول، الصغير ولا الكبير اللي يطلعها، رجال ولا نساء، كله يطلع الزكاه طالما عنده ما يبلغ النصاب، سواء بقى زكاه اموال او نقود او ذهب او فضه او انعام او ابل او زكاه فطر او زكاه تجاره او زكاه ثمار او زكاه زروع او انعام الى اخره. ايضا بتتصف مقاديرها بالاختلاف، تتراوح بين 2.5% زي زكاة الاموال و10% زي زكاة التجارة وهكذا. ايضا يا شباب الزكاة، مين اللي فرض الزكاة ومين اللي قال اصحاب الحقوق فيها مين؟ ربنا اللي فرض الزكاة وهو اللي حدد اصحاب الحقوق في الزكاة، قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ايضا الزكاه يا شباب بتتميز بالمحليه في انفاق حصيلتها. يعني ايه لو المحليه في انفاق حصيلتها؟ حيث انها توزع على فقراء البلد الذي تم تجميع الزكاه منه اولا، ثم ينتقل تاثيرها للمستوى الخارجي لانفاقها على الافراد في مكان اخر. يعني لو جمعنا الزكاه في المملكه بنبتدي نوزعها على الفقراء والمساكين في المملكه الاول والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم اللي هم الثمانيه اصحاب الحقوق في الزكاه اللي ربنا حددهم في الايه الكريمه. طب لو الناس كلها خدت، كل واحد خد نصيبه، لكن لسه في فائض كتير من الزكاه، تروح فين بقى؟ لأقرب بلد مجاور للمسلمين برضو اللي هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها برضو. وبالتالي هي بتتصف بالمحلية، يعني بغني أولاد بلد الأول بيغتنوا، ثم ببص للجيران هم كمان يغتنوا أو بتحسن من أحوالهم. أيضا أنها لا تتجه إلى إعطاء الفقير المزيد من القوة الشرائية فقط، بل أنها تهتم بزيادة قدراتهم الإنتاجية من خلال حصولهم على رؤوس أموال إنتاجية اللي بتصل مثلا رؤوس من الأنعام أو حاجة، بقول لك مش هبيعها ولا أذبحها ولا كلها، بقول لك أنا ربيها وأكترها عشان يبقى عندي رؤوس كتيرة وأبقى غني. ولما يبقى غني هو كمان يطلع إيه يا جماعة؟ ها؟ يطلع هو كمان الزكاة. أيضا الزكاة بتتصف عن الضرائب باستمرارها وضمانها وبقائها. هل ينفع نلغي الزكاة السنة الجاية؟
لا طبعا الزكاة خالدة ومستمرة إلى أن يشاء الله عز وجل، لأن فريضة من ربنا سبحانه وتعالى وركن من أركان الإسلام. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حارب المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في منعهم الزكاة، وقال لهم والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة لقاتلتهم على منعه. طبعا ليها 11 ميزة الزكاة. الميزة رقم 10 إن هي بتتصل بالمرونة، يعني لأنها مش زكاة أموال فقط، ده زكاة بقى في أموال نقدية وعينية، وبالتالي ولي الأمر بيبقى عنده مرونة في إنه يقدر يحقق المصلحة. في فقير يصلح المال، في فقير ما يصلحش المال، في فقير تديله فلوس يروح يجيب بقى سجاير ولا حاجة حرام يعملها، إنما ممكن تديله أكل وشرب عشان أولاده وغيره، وبالتالي تشوف كحكمتك كولي أمر توزع الزكاة إزاي على ما يصلح المسلمين بناء على الآية الكريمة اللي ربنا حدد فيها أصحاب الحقوق في الزكاة، وبالتالي بتتصل بالمرونة. آخر حاجة من مميزات الزكاة شباب إن تتميز حصيلة الزكاة أنها محصنة إلى حد كبير من تناقص القوى الشرائية. وليه بقى؟ لأن إخراج الزكاة عينا في بعض الأموال التي تجب فيها يوسم في ثبات القوى الشرائية، وبالتالي هي بتحارب التضخم، بتواجه غلاء الأسعار والحاجات ديت، لأن أنت لما تخرج حاجات عينية بتحافظ على قوتها الشرائية وقيمتها أحسن من الفلوس وهكذا. وبناء عليه شباب كل المميزات بتاع الزكاة دي بتساهم في تحقيق العدالة، بس لازم يتوفر شرطين عشان الزكاة تحقق ونستفيد بكل مميزاتها دي وتحقق العدالة في توزيع الدخول والثروات، وتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. لازم ايه بقى؟ لازم يتوفر شرطين يا شباب. الشرط الأول وهو التزام الأفراد الأغنياء بأدائها على صورتها المشروعة بدون تأخير. أجي أقول لك صح ولا غلط، من شروط مساهمة الزكاة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات التزام الأفراد الفقراء، التزام الأفراد الفقراء بأدائها على صورتها المشروعة بدون تأخير. صح ولا غلط يا شباب؟ هل الناس اللي مركزة؟ بالتأكيد غلط، لا الأفراد الأغنياء، لأن الفقراء ما يطلعوش زكاة. الشرط الثاني صرفها في وجوهها التي حددتها الآية الكريمة في وعدم الخروج عنها، اللي هي الآية اللي ربنا قالها إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره من الآية، ما نزيدش عليهم ولا ننقص عليهم. هم 8 أصحاب الحقوق في الزكاة، لا ينفع نزود فئة 9 ولا ننقص فيها نخليهم 7، هم 8 اللي ربنا حددهم في الآية الكريمة. ها نقسم الزكاة عليهم 8 أجزاء، كل واحد ياخد جزء من الفئات اللي ربنا ذكرها. الأداة الثانية بعد الزكاة شباب واللي بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات هي نظام الميراث أو الإرث. طبعا نظام الميراث أو الإرث حسب المواريث الشرعية الثروة بتبقى مجمعة في يد واحد بيمتلكها، في يد واحد بيمتلكها. لا اللي ما سمعش حاجة يا شباب يبقى يسمع الإعادة بقى من الحلقات أو اللقاءات بتاعتنا، يسمعها تاني وتالت ورابع، هيلاقي الأمور سهلة وبسيطة مع المذكرة بيبص فيها وبيسمع الشرح بتاعنا في اللقاءات الحية، هيلاقي أسهل من كده مفيش، وإن شاء الله يحقق معدل عالي لما بيركز ويجتهد معانا شوية. الأداة التانية هي نظام الميراث أو الإرث، وأيضا نظام الميراث أو الإرث مش هنتكلم عليه كتير يا شباب، إن هو بيعمل عملية التفتيت والتجميع للثروة دي، تفتيت وتجميع تفتيت وتجميع، ده بيساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات، لأن ربما يصل نصيب معين لفقير من خلال ميراث شرعي يتحسن مستواه وهكذا، وبالتالي المواريث أو الميراث يساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات. بعد كده هنتكلم على الأداة الثالثة وهي النفقات أو النفقة على الأقارب وهي واجبة. خلينا نتوقف عند صفحة 44 اللي هي المحاضرة 18، هنتوقف عندها ونكملها المرة الجاية إن شاء الله عز وجل. توقفنا عند صفحة 44، هنبدأ المرة الجاية من صفحة 44 بإذن الله عز وجل، ونشرح من صفحة 44 وربنا ييسر الحال إن شاء الله. يا شباب هبعت لكم تكليف ذاتي ثالث إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية، برضو تكليف بسيط للمراجعة، للمراجعة لتنشيط الذهن لاستيعاب المادة، للتدريب على كيفية وضع أسئلة صح وخطأ أو اختيار من متعدد. يا رب تكونوا استفدتوا حاجة النهاردة، معلش تأخيرنا في البرنامج والكلام ده، لكن كله في مصلحتكم إن شاء الله عز وجل. وطبعا بتمنى لكم تحصيل وتحقيق معدلات عالية. وفي نهاية لقائنا النهاردة بشكركم، وإن شاء الله عز وجل أتمنى نشوفكم على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله في تمام الساعة 8:15، إلا إذا وردت حاجات جديدة خاصة من الإدارة ولا حاجة، إحنا نفسنا نعمل لقاءين بقى علشان الاختبارات قربت، لكن حسب تعليمات الإدارة لو وردت فينا تعليمات إن إحنا نعمل لقاءين هنعمل لقاءين، فإحنا ماشيين حسب التعليمات يا شباب، فما تقلقوش إن شاء الله كل خير بإذن الله. بنقول بقى إن شاء الله توقفنا عن صفحة 44، خليكم فاكرين، نستكمل المرة الجاية
وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.